16 جريحا وعبوات ناسفة وهلع واستنفار أمني أحاطت عاصمة المال والأعمال نيويورك في حادثة إطلاق نار شنيعة في وضح النهار. لكن أن تقتل بريئا في الولايات المتحدة فراد أو جماعات فذاك ألم اعتادته البلاد عبر مرور الزمن، وبقيت معضلة قيمية وتشريعية وأمنية تواجه السلطات المشرعة والمحلية والفيدرالية في أزمة أزلية. غير أن التساؤلات المكرورة حول نوع التعبئة الإعلامية بعد كل حادثة، خاصة كتلك الأخيرة في بروكلين ضواحي نيويورك، والمكرور المفقود المعلوم كيف تتعامل الماكينة الإعلامية الأمريكية مع حوادث القتل، سواء كانت بمسدس محمول أو عبوة ناسفة أو بندقية جريئة تقوى على الجرم المشهود. لكن لا تبدو آلة القتل مهمة بالضرورة لعدسة الإعلام الأمريكي بقدر ما يراقب عقله المؤدلج إن صاحب الحادثة صيحات تكبير أو رفرفة ذقن مجعد أو إن كانت تجاعيد وجه الجاني مشرقية. وهنا بيت القصيد للقضية بلا قافية مذيلة. الأكاديمي وعالم السياسة الأمريكي مايكل بارينتي يريد بأن تحديد من هو إرهابي ومن ليس إرهابيا أمر تقرره سياسة وسيرة الإعلام الواصفة، فحرب العصابات الشعبية تصفها وسائل الإعلام الغربية عادة بالإرهابية، بينما يوصف المرتزقة في أنغولا وموزمبيق ممن توظفهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالثوار، مما يؤكد عدم حيادية نعت الإرهاب، وإن اتفق على غير شرعية سلوكه باستهداف مدنيين أبرياء. وبقي الإرهاب المصطلح ودلالة تائها يحدده الأقوى وفق نوع الجاني ونوع المدني البري، وإن حاول المتنفذون بسط تقييم اجتماعي أو أخلاقي لتلك الحوادث. وعودا لحادثة نيويورك الأخيرة، فقد انقسم العقل الجمعي للإعلام الأمريكي بين من جعله حادثة مؤلمة للجريمة ذاتها أو ربما لأنها نيويورك، أما آخرون ففي أحسن الأحوال تعاملوا مع الحادثة كما لو كانت حفلة صاخبة عابرة في ميدان تايم سكوير. لإخباري أحمد القرني، واشنطن.